في العام الماضي كتبت صحيفة إندبندنت البريطانية الشهيرة في موقعها باللغة العربية التالي: تتزايد معدلات استهلاك الطعام في شهر رمضان إلى حد الإسراف والتبذير، على الرغم من أن كونه شهرا للصيام وليس لزيادة الطعام. وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO إن الفرد في المنطقة العربية يهدر في صناديق القمامة كميات ضخمة من الطعام خلال الشهر الفضيل، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث يعاني 52 مليون شخص نقصا مزمنا في التغذية. وأوضحت أنه تبلغ التكلفة الاقتصادية للأغذية المهدرة على مستوى العالم نحو تريليون دولار كل عام، وتهدر الدول النامية والتي تقع فيها الدول العربية وإفريقيا وشرق آسيا ما قيمته 310 مليارات دولار. بالمختصر المفيد يا جماعة، شهر رمضان شهر للصوم والعبادة والعمل الخيري، مش شهر للإسراف والتبذير وملء الأسواق والبطون بما لذ وطاب، فهدف الصوم أكبر من ذلك بكثير. واللهم أني صائم. طابت أوقاتكم.